الجزء الأخير من صدى الملاعب ومسابقة الأسئلة السريعة بين نادين الراسي وأخوها جورج. بدك تربح جورج. نبدأ رؤيش وحنبدأ فيه لأنه على اليمين. جورج أنت بتحبه أكثر مني. 12 سؤال، 12 سؤال، كل سؤال له 3 إجابات. يلا. ماشي بسبع سؤال. واحد، أسوأ 3 شغلات فيك. عصبيتي وقراري السريع وقلبي الطيب. حلو. نادين، 3 خطوط حمر بحياتك. ولادي، مهنتي، أهلي. حلو. جورج، 3 أحلام تتمنى تحققها. النجومية العالمية، الحلم العائلة اللي أنا ما قدرت تابع عامله، نادين، 3 شغلات بتكرهية بحالك. تبت قلبي، عصبيتي، وثقتي بالأشخاص اللي ما لازم أثق فيها. هل مجد احد هؤلاء الاشخاص الذين ان شاء الله لا يعني لسه حاطه هي حاطه انه ممكن ما تطلع كويس. جورج، 3 امور اتعبتك بالحياه. السهر، وثقتي بالناس، وعدم اختيار الصح مرات القرارات. نادين، 3 شغلات تتمني تنتهي من لبنان. السياسه، الحرب، والظلم. جورج، أسوأ 3 أمور ممكن تكون بالمرأة بشكل عام. العناد والغيرة المفرطة لا، ما في إدارة. أوكي. نادين، أصعب 3 أمور مريتي فيها بحياتك. طلاقين، أول طلاق، ثاني طلاق، وبعد ولادي عن عيني. يعني الطلاقين يعني أكيد بالغلط من هون ولا مني؟ يمكن أنا بعرف كثير كون ما عرفت، يمكن يكون زوجي ما بعرف، بس كتر خير الله اليوم أنا مع مجد مبسوطة ومرتاحة. شو ذنبه الحزين هلا هو؟ وك شو بدي أعمل؟ والله شو هلا كان الله في عونك يا طويل العمر. طبعا هذا اللي عم نحكي عنه، هو مجد خطيبة قاعد هون. طيب جورج، 3 صفات لازم تتواجد بعروس المستقبل إذا مفكر تتزوج مرة ثانية. القناعة والجمال الداخلي وتكون ست بيت. بس يعني اخوتنا المشاهدين بالنسبه للجمال الداخلي عم يكذب فيه، لانه هو اصلا هو بيعكس لبرا. لا بيعكس لبرا، شفناك فوق وشفناك تحت، تعمل لي على جمال داخلي وتعمل حركات جمال الخارجي. طيب نادين، 3 احلام مؤجله شو هي؟ الامومه عن جديد، البيت الجديد، والعرس. ناوي على امومه عن جديد؟ طبعا. طيب جورج، 3 شغلات ندمت عليها. ندمت على سفر، على محل استثمار عملته كمان ما كان بمحله، وعلى خطوة عملته. طيب نادين، أكبر 3 غلطات غلطيهم بحياتك. سرعت، بعدت عن أهلي بفترة، وكنت عصبية، ماني بيناطوري. طيب. ثقتي بالناس كانت غلط. جورج.